انطلقت فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولية للنحت في دورته 27 بمشاركة 5 نحاتين مصريين و5 أجانب من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والهند والسودان. يهدف السمبوزيوم إلى إحياء فن النحت على الجرانيت الذي تشتهر به محافظة أسوان، وذلك بمشاركة العديد من الفنانين المصريين والأجانب. يذكر أن السمبوزيوم تم تأسيسه في عام 1996 على يد الفنان العالمي آدم حنين. الحقيقة أنا أول مرة أشتغل في الجرانيت، أنا كنت بشتغل رخام، نحت في الرخام، ودي أول مرة أشتغل في خامة الجرانيت. بس طبعا مش أول مرة أشتغل في أسوان، هنا أنا عملت تمثال عباس العقاد، ارتفاعه حوالي 6 متر، موجود في ميدان عباس العقاد هنا، معمول من البرونز. ودي تجربة بالنسبة لي تجربة يعني مهمة جدا، لأن العصر المصري القديم كان بيهتم بالصرحية في عمل في نحت الجرانيت، فيعني حبينا يعني نعمل محاولات في نحت الجرانيت.